مرحبا. اسم ديالك؟ اسم ديالي طارق النقادي، اقليم تاونس. طارق، كنا كنتجولوا في مدينه الرباط وشفنا الدموع على عينيك، حكي لنا القصه ديالك. الدموع ديالي يا اختي كنحس بالحقره، كنت واحد الوقت كنت بخير، كنت خدام، كنت مزيان، حتى المده ديال 2021 يعني تبدلت حياتي بزاف، لان كنت محبوب عند مالين الدار، محبوب عند العائله ديالي. بالنسبه ل 2021 دخلت عليا، شنقول لك، ما بغيتش نقول هذه الكلمه ولكن غنقولها، دخلت عليا شنقول لك الدمار، دمرت لي حياتي، قلبتها ست سعود كما تنقولوا بلغه الزنقه. واش نقول لك، جيت لهنا الرباط يعني لاحتني الاقدار، يعني غادي من المدينه للمدينه كنتدرج. شنو الدمار هذا؟ الدمار اختي يعني ما لقيتش اللي حن عليا، ما لقيتش اللي يشد بيدي يخدمني ولا شي حاجه اللي يوقف معايا، لان انا مواطن ولد مغربي يعني عندي حق نخدم. قبل قلتي لنا الدمار يعني تعرضتي لشي حاجه؟ تعرضت اختي للحقره من طرف مخزن الجندارم، يعني في اقليم الشاون. انا نحكي لك القصه ديال اقليم الشاون ان شاء الله باش تعرفي شنو هذا الانسان هذا، شنو اللي دار في قلبه. يعني طلعت نخدم، دوزت واحد المده ربع شهور، يعني شحال كنت نخدم 50 درهم من السوق، يعني السوق الاسبوعي كتخدم 50 درهم، كدوز مده 15 يوم كتجمع فيها 450 درهم، يعني ديك 450 درهم يلاه تتسكالي بها شويه مصروف ديالك، مصروف مالين الدار، كتحاول انك تكون ايجابي مع مالين الدار. شاءت الاقدار تقلبت راسا على عقب واحد الليله السبت، كنعقل 11 دالليل، الصديق ديالي اللي معايا بحال بغى ينتقم مني، فهمتي، ما داير ليه والو، يعني خدام معاه بخير، بحال بغى ينتقم مني. اضطريت انني هربت من داك البلاصه اللي هو فيها، طحش في المشكل ديال الجندار، دوك المشكل الجندار ما كانوش عارفيني. شنو هاد المشكل اللي طحتي فيه؟ نقولوا بصراحه يعني بحال هو بغى يدير هادشي ديال يخدم في الترونسبور ديال هادشي ديال المخدرات، انا ما بغيتش نخدم معاه، ملي ما بغيتش نخدم معاه اضطر انه يجيب لي عصابه، هذيك العصابه بقات تابعاني مده 4 السوايع. المشكل بدا مع 11، 11 12 11 2 وقع لي المشكل مع الجندار، يعني ما لقيت حتى شي واحد اللي وقف جنبي، كلهم كانوا باغيين ينتقموا مني، كلهم باغيين يضربوني ولا باغيين يديروا لي شي حاجه، هادشي باش حسيت. الجندار انه فاش جا عندي فاش يتحاور معايا، ماشي يتحاور معايا انه باش يشد بيدي ولا شي حاجه، فوالا الجندار ما اختي بحال بغى يتعداو عليا، بحال بغى، فهمتيني، بحال بغى يركبوني واحد الجريمه انا ما دايرهاش. وهادشي عرفتو شو دخلت، انني دخلت للمحكمه وقريت الملف ديالي، انني داكشي اللي دايرين اللي في المحضر ماشي ديالي. شنو نوع الجرم اللي انا بيني وبينك ضربتهم، ماشي ضربتهم، ما ضربت الكادي ديالهم، محشومه تخدموا بالطوموبيل. حق واحد المواطن يعني اختي، باش نقول لك، باش نتفادى المشكل الكبير بغيت ندير المشكل مع الجندار، والجندار تعداو عليا بالعربي. ما كنتيش عارف بان هذيك راه كتسمى واحد الاهانه موثقه اثناء مزاولتها؟ كنت عارفها وحكيتها لهم وقلتها لهم، فهمتيني، ومن هادشي كامل تعداو عليا. دخلت يعني المنتف ديالي داوني جنايات، انا المنتف ما داير شي حاجه اللي هي خايبه باش غنمشي جنايات. نجيك من منتف جنايات داوني لابيجي، من لابيجي داوني المحكمه، يعني المحكمه فاش دخلت عندهم غنتقدم قدام الوكيله، قالت لي ولدي واش هادشي اللي درتي كاين؟ انا مابقيتش مرتابك، قلت لها الصراحه، قلت لها هادشي دايرو. صافي سنات لي داك المحضر ديالي، قالت لي كوغ دابيل، يعني رجعت للبلاصه اللي وقع لي فيها المشكل، في لابريكاد اللي وقع لي فيها المشكل، فهمتي. صافي يعني فاش رجعت عندهم عاودوا لي المحضر، وداك المحضر فاش عاودوا علي بحال هما تقلقوا، يعني داكشي اللي كانوا باغيين لي انا ما لقاو ما داروهش ليا، كيعاودوا لي المحضر هذيك فاش وليت تقدمت. صافي يعني عطاوني المده ديال دخلت للسجن مده 15 يوم مداوله، راكي عارفه. من بعد تقدمت قدام الوكيل قدام القاضي، حتى نهضر معاه قلت له انا راه ظروف وقعت ليا واشنو واشنو، قال لي المهم غتحكم عليك المحكمه بربع شهور نافذه. هذا هو الملخص ديال الجندارم اللي وقع لي. دوزتي المده التجنيه ديالك؟ نعم، خرجت من الحبس دوزت حسبكم جات كورونا، دوزت سنه 2021 منين خرجت من السجن، بعدوني غير على الشاون غير بشي، المهم الدردره اللي تعرف الدردره راه غادي يعرف المشكل كيفاش.
منين مشيت للدرداره يعني بديت ندير اوتوستوب حتى واحد ما بغى يديها فيك. يومين وانا في الزنقه، هذيك المده ديال يومين تكرفصت فيها البرد والجوع وخارج وما عندكش تليفون، ما عندكش فلوس، ما عندك ما تاكل، ما كاينش اللي حن عليك، ما كاينش العائله. هذيك اليومين اضطريت انني بقيت كنتمشى شويه بشويه، توصلت لوزان. من وزان لقيت الناس شدوا بيدي في تحيه لهم من هنايا، الناس ديال الطاكسيات ديال وزان، هما اللي شدوا بيدي ودبروا لي في ترونسبور ورجعت للمدينه اللي انا كن ماشي مدينه، الفيلاج اللي ساكن فيه. شفت مالين الدار رحبوا بيا مده ديال 20 يوم، نقول لك شهر. من تما بدات المشاكل، مالين الدار ولا بحال بديت نحس بهم بعادين عليا، ما متقربينش ليا بحكم علاش كنصرفها كنقول ضربت السجن. يعني انت كتعتبر راسك درتي واحد الدم في حق عائلتك؟ فوالا، انا ما كنتش كنظن ان والديا غادي يحسوا بداك الشيء وغادي يوصلوا عليا ميساج هكاك في السر، ولكن الحمد لله عرفت بان خصني نعطيهم اتساع لان ضرب السجن ما يمكنش لك تعيش معاهم. شنو تبغي تقول لوالديك؟ كنقول للوالدين كنتمنى منهم يسمحوا لي بزاف، وانا هذا الشيء ماشي انا اللي درته، ربي كتبوا عليا. كنطلب منهم المسامحه وكنطلب من المغاربه اللي شافوا هذا الفيديو هذا يتعاطفوا معايا باش ما كان اخدي ما نستر بها راسي ونفرح امي يمشي من القدر.